بقضي فترة النقاهة اللي هي الراحة اللي أمروني بها الأطباء، ولما إن شاء الله أستعيد صحتي وألاقي نفسي كويس حرجع لجمهوري وفني، لأن أنا ما أقدرش أعيش من غير فني وما أقدرش أعيش من غير جمهوري. أنا في حاجات اللي بتقلمني في نفسيتي وبتعذبني وبتعذب، إن في حاجات مش قادر أقولها للناس. يعني عندي ألحان وعندي جاهزة ألحان، عدة ألحان، خايف إني يجرى لي حاجة والأعمار بيد الله قبل ما الناس تسمعها، فتلاقي دي آلام ليا. يعني نفسي حاجات كتيرة تغنيها لي، مثلا أي أصوات تانية كنت ما كنتش أنا قادر، بس مش لاقي لسه الفرصة اللي ألحاني يقدر يقولوها ناس تانيين. ما عرفش لي، أنا حظي مش أنا اللي معيشني إيماني بالله وثقتي بالله وبإيماني بأن الموت ده حق على كل فرد، فشجاعتي هي اللي مخلياني أعيش. متهيألي دعاء الناس ليا وحبهم ليا برضو ده ربنا استجاب لهم، وعشت لحد النهارده، لاني انا المجهود اللي ببذله والارهاق اللي انا بيصادفني في حياتي كان لازم اموت من زمان، لكن انا بايماني وبشجاعتي قدرت اتغلب على المرض اللي انا عندي واديني عايش اهو. قبل ما اروح امريكا عملوا لي حاجه اسمها تيست، يعني بيعملوا حاجه اسمها قسطره، بيدخلوا بيقطعوا العرق شريان ويدخلوا قسطره عشان اسمها تجربه للقلب، شوف القلب يتحمل عمليه ولا لا. العمليه دي التجربه دي تاخد ساعتين ونص، انا في الساعتين ونص دول مت ثلاث مرات، قلبي توقف ومت ثلاث مرات. بقى يعملوا لي مساج، في بقى بينقذوا المريض بيعملوا له مساج في القلب، بيجوا دكاتره فربنا انقذوني مره واثنين والثالثه عشت، الثالثه ثابته، فما اعرفش ازاي ده من الله. يعني في لندن قبل ما اروح امريكا، وبعد ما رأي بعد العمليه دي الدكتور جيبسون قعدت 10 ساعات ونص في البنج و تعبت جدا، وبعدين قال لي مالكش عمليه ولا اسمح لك تفكر في الموضوع ده، وانت عايز تروح تشوف الدكتور ده بقى يشوف بروفيسورات العالم كلها هيقولوا لك نفس الشيء. برضه انا عشان اطمئن رحت، عشان يقولوا لي ما رحتش، هيقولوا لي طب ليه ما رحتش، يمكن كان عمل لك حاجه. رحت وفعلا قال لي نفس الكلمات، الدكتور جيبسون على حق وانا ما اقدرش اعمل لك عمليه لان قلبك متضخم وانت حالتك لا تتحمل عمليه، فرجعت من غير ما اعمل عمليه. الاسم الخماسي فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش. اسم الشهرة فريد الأطرش. اسم الدلع في الطفولة عمر ما حد دلعني. العمر الزمني أكتر من 30 فيلم. العمر الفني حوالي 40 سنة. هواية لها عبودية الموسيقى الغناء التلحين. إضرابي عن الزواج بسبب لأني اتجوزت الفن وأنا ما أحبش تعدد الزوجات. أحب الفنانات إلى قلبي كانت المرحومة مريم منيب. أحب الأصوات إلى أذني صوت أختي المرحومة أسمهان. أجمل الآلات الموسيقية عندي عودي. أعذب صوت من الطبيعة خرير الماء من جدول ونزول المطر. هذا رجل ذكي معناها عندي الخلود. وهذا رجل غبي معناها عندي عكس الخلود الفشل. أعظم من غنى القصائد الشعرية عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش. أهم فيلم عرفني بجمهوري الحبيب انتصار الشباب ثم حبيب العمر. أحب اسم وحيد لأني وحداني وحايش كده وحداني. قيمة ضائعة في الموسيقى العود والطابع الشرقي الأصيل في موسيقانا. أسمهان كصوت جوهرة ثمينة نادرة ضاعت ولن تعود. أجمل ما يلفت نظري في امرأة روحها وخفة دمها. أصفق لنفسي حين أقدم عملا ناجحا. أقبح عيب في الرجل الغرور. أعظم من غنى اللون العاطفي بكل تواضع فريد الأطرش. أنا في جملة مفيدة أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع. أشتري الحب بالعذاب أشتريه
فمن يبيع فريد الأطرش.